نروح دلوقتي مع حضراتكم على مقر موقع يلا كورة مع مراسلتنا العزيزة مريم سميح اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية، وطبعا هيكون كمان معها لقاء أو ليها لقاء مع الأستاذ أيمن جلبرتو مدير نشر في موقع يلا كورة. مريم صباح الفل عليكي وعلى ضيفك العزيز، ومستنيين نسمع منك بقى أهم المانشيتات وبصفة خاصة المانشيت اللي يهمنا واللي جه في صدارة الصفحة الرياضية في اليوم السابع فيما يتعلق بالحكام الأجانب لمباراة الأهلي والزمالك المزمع إقامتها إن شاء الله في رمضان القادم. تفضلي. في كل مكان طبعا يوم جديد، جولة صحفية جديدة، ولكن خلينا قبل ما نبدأ جولتنا النهاردة أحب يعني أهني كل ست في العالم وفي الدنيا بيوم المرأة العالمي. كل سنة وانتي طيبة يا نهوان، وكل سنة وكل ستات مصر طيبين، وكمان بشكل خاص يعني بهني سيدات النادي الأهلي، مشجعات النادي الأهلي وبطلات النادي الأهلي في الفرق المختلفة والأنشطة الرياضية المختلفة، لأن دايما بصراحة هم يوم بعد يوم بيثبتوا قد إيه هم ليهم شخصية مستقلة. فبهذه المناسبة أحب أقول لهم كل سنة وانتوا طيبين. خلينا قبل ما نبدأ الجولة كمان نفكر مشاهدينا بيعني أبرز النهاردة مباريات اليوم في كاس مصر بتروجيت ونادي كوكاكولا في تمام الساعة 2:30 ظهرا، كمان في الدوري الإنجليزي تشيلسي وأفرتون في تمام الساعة 8:00 مساء، كمان ويست هام يونايتد وليدز يونايتد في تمام الساعة 10:00 مساء، أما في الدوري الإسباني ريال بيتيس وألافيس في تمام الساعة 10:00 مساء، وأخيرا بالدوري الإيطالي إنترناسيونالي وأتلانتا في تمام الساعة 10:15 مساء. أبرز العناوين اللي هتكون معانا النهاردة، البداية طبعا زي ما أنت قلت يا كريم من اليوم السابع حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك في رمضان. أما من موقع في الجول، مدرب المريخ الأهلي يمتلك لاعبين ومدرب على أعلى مستوى وسنحاول إظهار قوتنا أمامه. ومن موقع يلا كرة رسميا، خوان لابورتا يعود لرئاسة برشلونة مرة أخرى. وأخيرا من روسيا اليوم، ثنائي توتنهام الذهبي يحطم رقما قياسيا تاريخيا في البريمير ليج. خلينا نتناقش في كل هذه العناوين مع ضيفنا العزيز اللي بيسعدنا دايما أنه هو يكون معنا في جولتنا الصحفية، الأستاذ أيمن جلبرتو الناقد الرياضي ومدير النشر بموقع يلا كورة. يعني أيمن طبعا بصبح عليك في البداية، والعنوان الأبرز معنا النهاردة هو الاستعانة بحكام أجانب في مباراتي الأهلي والزمالك القمة، وطبعا اللي هتقام في شهر رمضان في يعني الجولة 24. عايز أتكلم معاك أكتر عن يعني البدء الاستعانة المبكر علشان طبعا ظروف كورونا وغيرها من الظروف، أعرف رأيك أكتر عن الاستعانة بحكام أجانب في القمة. أهلا بيكي طبعا، وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي، وأهلا بكريم ونهواند. طبعا ده مباراة الأهلي والزمالك حكام أجانب، ده أمر طبيعي جدا كلنا معتادين عليه، ده قرار زي ما نقول كده قرار دولة، تحدد كرة هو اللي بيتحرك ولازم بيجيب حكام أجانب. طبعا المرة دي الأمر لازم يبقى طبعا مبكر جدا، لأن المباراتين اللي هي المؤجلة من الجولة الرابعة ومباراة الجولة 21 هيبقوا في وقت قصير جدا اللي هي الفترة الزمنية ما بينهم، وبالتالي هو لازم يتواصل مع أكتر من دولة، يبقى عنده بلان A وبلان B وبلان C عشان خاطر ظروف الطيران، ظروف كورونا. كمان الوقت ده هيبقى أكيد هيبقى فيه ماتشات في أوروبا، وبالتالي عشان يقدروا تحدد كرة إن هو يجيب حكام أجانب على مستوى عالي لازم يتحرك بشكل مبكر. فده أمر طبيعي، ونتمنى إن شاء الله إن المباراتين يتلعبوا في ميعادهم والحكام يبقوا مميزين والأجواء كلها تبقى مثالية. العنوان الثاني الأبرز معنا طبعا كان عن مدرب المريخ، قالت مدرب والاستعانة بمدرب آخر، يمكن هيبقى فيه حسابات جديدة للمباراة المقبلة، يمكن تصريحات كمان المدرب الجديد. من وجهة نظرك الأهلي محتاج إيه علشان المباراة المقبلة كمان بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا؟ طبعا الأهلي مشواره في مباراتين خارج الملعب، أولهم طبعا فيتا كلوب هي اللي هتبقى قريب، اللي بعد كده بشوية بعد التوقف هيبقى عندنا المريخ في السودان. نتمنى أن النادي الأهلي يكون قدر في مباراة فيتا كلوب أنه يكون حسم يعني خطوة كبيرة في المجموعة، الانتصار إن شاء الله يدي الفريق خطوة للأمام، بحيث لما الأهلي يروح السودان ويلعب أمام المريخ تبقى الظروف أفضل، ما يبقاش فيه ضغط، لأن طبعا لما يبقى فيه مدرب جديد مع المريخ عشان كمان النتائج الأخيرة ما كانتش جيدة بالنسبة لهم، فأكيد هم هيبقى فيه تطور، أكيد هيبقى فيه طموحات مختلفة. الشكل اللي ظهروا بيه قدام الأهلي في المباراة
الأولى أو حتى في مبارياتهم أمام فيتا كلوب في السودان هيبقى مختلف. يمكن هم لعبوا مباراة جيدة أمام سيمبا في السودان، طبعا الأجواء في السودان بتبقى مختلفة، ما فيش جمهور لكن ظروف الملعب وظروف الطقس بيبقى مختلف. فنتمنى إن شاء الله أن النادي الأهلي لما يجي ميعاد مباراة المريخ السوداني يكون موقفه في المجموعة أفضل، بحيث الضغوطات تبقى أقل بكتير. يعني ننتقل بقى لنادي برشلونة، يمكن كان الحدث الأبرز خلال الساعات الماضية خوان لابورتا، يمكن الناس شايفة أنه هو المنقذ لنادي برشلونة بعد يعني مرور النادي بعدد كبير جدا من الأزمات اللي كل الناس شهدت عليها، خاصة أنه هو كان ليه يعني عصر ذهبي طبعا الناس كلها ما تقدرش تنساه، أو مشجعي برشلونة على وجه التحديد من 2003 وحتى 2010. عايز أعرف تعليق. طبعا لابورتا هو فعلا زي ما انت بتقولي كده المنقذ لبرشلونه في الوقت الحالي، جاي بعد فتره فيها مشاكل اداريه كبيره. طبعا الحاجه الابرز اللي هو كان شغال عليها في الحمله بتاعته هي ليونيل ميسي، اكبر ازمه واجهت برشلونه يمكن في السنين الاخيره. تصريحات ليونيل ميسي مع بدايه الموسم ان ده ممكن يبقى اخر مواسمه مع برشلونه، وان هو مش هيجدد عقده، وازاي انتقد الاداره السابقه والرئيس السابق اللي هو بارتوميو، وكان هو سبب رئيسي في استقالته، حتى دلوقتي الراجل بيواجه بعض الاتهامات. لابورتا اشتغل على الموضوع ده كويس جدا، اشتغل ازاي ان هو يرجع الامجاد بتاعه برشلونه اللي في الفتره زي ما قلنا من 2003 ل 2010، وتحديدا طبعا وقت السداسيه التاريخيه في 2009. الراجل مساهم في 2 تشامبيونز ليج مع برشلونه، ف هو جاي برصيد اوريدي، هو عنده رصيد رغم ان هو خسر الانتخابات اللي هي القبل مش اللي فات دي اللي قبلها وامام بارتومي، ولكن هو جاي برصيد، جاي اهم حاجه او اهم ملف عنده هو بيلعب عليها هو التجديد لميسي. فهنشوف طبعا الفتره الجايه برشلونه الامور هيبقى فيها عامله ازاي. ويعني بالنسبه لي انا اتمنى التوفيق لريال مدريد، يعني بصفتي محب ريال مدريد في اوروبا. يعني اخيرا في البريمير ليج طبعا، يعني بعد مباراه امس والفوز على كريستال بالاس، يمكن الثنائي كين وسون ظهروا بشكل مميز، كمان كين خاصه يعني دلوقتي نقدر نقول ان هو بقى منافس حقيقي لمحمد صلاح بعد وصوله طبعا ل 15 هدف. عايزه اعرف رايك، وكمان يعني خاصه ان هم ثنائي قوي جدا، يمكن دخلوا التاريخ برقم قياسي ان هم بيصنعوا اهداف كتيره جدا لبعض. ثنائيه سون وكين الموسم ده عامله شغل جامد جدا مع توتنهام في انجلترا، اهداف كتيره بيساهموا فيها مع بعض. كين دلوقتي كمان قدر ان هو يوصل للهدف رقم 15 ليه، ثالث هداف الدوري الانجليزي، الفرق هدفين بينه وبين صلاح. طبعا هاري كين من الهدافين التاريخيين في انجلترا، هداف مميز جدا، فبالتالي الامور هتبقى صعبه شويه على صلاح ان هو عايز يستعيد لقب الهداف تاني بتاع البريمير ليج، وده اللقب اللي يمكن اللي ممكن يكون الفردي الوحيد اللي السنه دي متاح امام صلاح في الدوري الانجليزي، مع نتائج ليفربول الاخيره وتراجع المستوى والاداء والنتائج وكل حاجه، فالموضوع هيبقى صعب. فطبعا استفاقه هاري كين هتهدد صلاح، ولكن احنا بنتمنى ان محمد صلاح في المباريات اللي جايه في بريمير ليج الامور تبقى افضل بالنسبه له، ويحرز مزيد من الاهداف ويبتعد بقى بصداره الهدافين ان شاء الله. يعني ايمن انا بشكرك جدا على هذا التحليل للعناوين الصحفيه اللي كانت معانا النهارده، نورتنا على شاشه قناه النادي الاهلي. ده طبعا كان ختام جولتنا الصحفيه النهارده من داخل موقع يلا كوره، بشكركم جدا والكلمه ليكم مره اخرى. احنا بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه مريم سميح، وطبعا تحياتنا وشكرنا لضيفك الاستاذ ايمن جلبرتو. كل سنه وانت طيبه يا مريم، وكل سنه وانت طيبه يا هنا، وكمان هواند كانت عايزه ترد لك التهنئه. انا عايزه اقول لك بجد يا مريم كل سنه واحنا جميعا بخير، شو بقى هني نفسنا. وطبعا هنا طيب، وعايزه اقول نورهان طمان وسالا وروزان ونسمه ومروه، كل دول عاملات في قناه الاهلي وزملاء اعزاء. وعايزه اقول كل سنه وسهام صالح بخير، وساره ومايا وريهام وهاجر معانا في الاعداد، كل سنه وكل ست كده ناجحه ان شاء الله دايما. شكرا ليكم جدا.